لا ما شاء الله من احمد بداية حسن من كوكا حراسة مشكيطة المرمى، عمر جابر حراسة حجازي المرمى يعني الشناوي وعواد، سمير صحيح كان يعني الشناوي وعواد فمهمين، والجون التالت بتاعهم بحيري. خد بقى كله يعني من حجازي وعمر جابر محمد ابراهيم مثلا. محمد ابراهيم انا كنت متوقع ان محمد ابراهيم يكون في مكانه زي صلاح وحجازي واحسن كمان، لان محمد ابراهيم لعيب كبير حصل له مطبات مع بعض التفكير الغلط منه في بعض محطاته اللي هو بيلعب اخرته شويه. اللي فرق مع صلاح انه اشتغل على نفسه، مهم عنده مهم حضر. جدا انت بتقعد تقول كل حاجه وتمرن وتعلم، لكن من بدون طموحات اللعيب وتنفيذه. وصلاح يعني شوف صلاح مثلا في مسيرته ما فيش مدرب اشتغل معاه ما استفادش منه، فمجرد انه يستفاد ويصلح يستفاد ويصلح يستفاد ويصلح. عشان كده ما شاء الله ربنا كرمه بيروح يعني هو اشتغل مع مدربين في الفتره لما بعد على اوروبا، اشتغل من اول سطر من اول بازل السويسري، وبعد كده انجلترا، وبعدين ما نفعتش راح رايح على ايطاليا. كل المدربين اللي اشتغل معاهم دول مدربين هايلين، بس هو استفاد من كل واحد حاجه، استفاد من كل واحد حاجه. عشان كده بقول ان اللعيب عليه جزء كبير جدا انه ياخد ويتعلم من كل مدرب بيشتغل معاه ويزود نفسه يعني. محمد صلاح، محمد نروح لمحمد صلاح للنادي الاهلي، فريق النادي الاهلي وحضرتك طبعا. يعني